الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: مما ذكر أن ذي ناب يحرم أكله. يقول: والوبر يذكر لنا أنه له ناب، فهل يجوز أكله؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في اللحوم الحل إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن المنع حكم شرعي، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فقد اختلف أهل العلم في مسألة اليربوع وفي مسألة الوبر والقول الصحيح جوازه حتى وإن كان له ناب صغير، إلا أنه لا يعدو على فريسته بهذا الناب، والحيوان المفترس بنابه هو الذي دلت الأدلة على تحريمه كالفهد والأسد والنمر والذئب والكلب والهر، فإن الله عز وجل قد ركب لهذه الحيوانات أنيابا وجعل لها خاصية الافتراس بهذا الناب. وأما الوبر فإنه وإن كان له ناب صغير إلا أنه ليس من طبيعته أن يعدو على فريسته بهذا الناب، فلا يكون الوبر من جملة السباع التي يحرم أكلها، فهو باق على أصل الحل والإباحة، فهو من جملة الطيبات الداخلة في قول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وداخل في العموم فيما سخر الله عز وجل لبني آدم في هذه الأرض، كما قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالقول الصحيح أن الوبر حلال أكله، والله أعلم.